مرحبا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد، هذه المره مشتريات جديده من ميركادونا. فيه واحد المنتج اللي ما عمري ما هدرت عليه، وهو لقيته كجديد في ميركادونا عندنا حنا. بالنسبه للناس اللي غادي يشوفوه غيكونوا فاتوا شافوه وفاتوا جربوه وفاتوا شراوه، حيت كل ميركادونا البنات راه في شكل، ديما كنقولها لكم، يعني كل ميركادونا كتجيب، يعني كاين اللي كيجيبوا السلعه بكري، كاين اللي كيجيبوا السلعه معطله، كل واحد هو داكشي. على الثاني باش ما يتكرر نفس السؤال، راه داكشي شفناه راه جربناه، هادشي راه حنا جديد عندنا. المهم اول حاجه البنات اللي غنوري لكم ماشي جديد، هو هذا اللي ما كيخطاونيش، دائما كناخذهم من ميركادونا. هاد التواليتات كيكونوا دائما عندي في الساك ديال ديسيدورانتي ديال تحت الابط، كنهز فيهم وقت ما بغيت الا بنمسح تحت الابط ديالي وداكشي. هذا بس الصيف وداكشي، ولكن انا لا الصيف لا البرد دائما كنستعملهم. وهادو راه ديال البياخي البنات، حتى ديال البياخي تقدري تحت بزاف الا كنبغيو نسافروا داكشي، كنستعملهم بزاف وديتهم معايا المغرب. صراحه زوينين وعمليين، يعني ماشي شي حاجه كتهزي وكتمسحي وكتبقى، يعني ريحه العرق ما كتبقاش فيك. بالنسبه للناس اللي غيسولوني راه فيها 20 وحده، وبالنسبه للناس اللي غيسولوني هذه البنات راه يقدروا يستعملوها الرجال والعيالات. بالنسبه للرجال دابا اللي كيشاهدوني راه هذه كيقدروا يستعملوها مثلا ليك للراجل ولا اللي بغيتي، راه للراجل والعيالات بجوج. ثاني حاجه البنات اللي كناخذ من ميركادونا للسفر هو هذا، كما كتشوفوا البنات هذه ديال السفر، كنت خديتها العام الفايت، ديتها معايا المغرب كما كتشوفوا، كنت وريتها لكم. وهذا العام خديتها وصافي، ماشي على السفر ولا ما غادي حتى شي بلاصه، راه الحدود مسدود مسدودين، كلشي مسدود، انا غير خديتها وصافي. حيت كتحك مزيان ورطبه رطبه 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 بزاف، حتى انا مجرباها من الناس اللي مازال ما جربوها، راه زوينه يا البنات، زوينه بزاف. بغيت نوري لكم انا دابا في الفاكتوره. المهم هادوك البنات اللي وريت لكم كيديروا باورو، وهذه حتى هي كدير باورو، حتى هي ديال السفر، صراحه زوينه. شريتها غير على حيت هذيك ديال الشتا ديال الرطبه وكتحك مزيان، داكشي اللي خديتها مع السفر وداكشي. راه هاد العام راه ما كاينش، كلشينا غادي نجلسوا هنا، ما كاين لا سفر لا والو. المهم الحاجه الاخرى اللي بغيت نوري لكم البنات من ميركادونا كجديد هو هذا، هذا جديد ديال ميركادونا رقم يعني الاول، دابا نوري لكم جديد رقم الثاني. المهم هذا البنات كاين شامبو ديالو، شامبو ديالو راه خديته وشاركته معكم وجربته، الا بغيتوني نهضر لكم عليه من بعد ما جربته. هذا سميتو ديتوكس، من بعد ما جربته نقدر نقول لكم واش الراي ديالي واش عجبني ولا ما عجبنيش، واش كيغسل مزيان ولا لا. المهم هذا البنات بالنسبه للناس اللي عندهم القشره ولا كيحسوا الجلده ديال شعرهم ما مغسولاش مزيان، يقدروا يستعملوا هذا. هذا مقشر ديال الجلده ديال الراس، كديريه البنات وكتقشري به الجلده ديال راسك، كيتحيد فيه كامل هذاك الاوساخ وديك الكراسه اللي كتكون لاصقه لينا تما وداك الشيء. الناس اللي عندهم الشعر الدهني راه غيفهموني علاش كنهضر، انا صراحه عندي الشعر الدهني، الشعر والوجه دهنيين. المهم كما قلت لكم هذا البنات راه انا غادي نوري لكم هنايا، كان هذا اللي في الاول كنت كناخذ واحد، الا كنتو عقلتو عليه كان ديال فليو، كنت كناخذو هذاك ديال الناس اللي عندهم القشره في الشعر. وهذا البنات ما دارينش باللي ديال القشره، داير لك غير كيحيد لك دوك داك الاوساخ اللي كاينين في الجلده ديال الشعر. هو مقشر اكسفولينتي وفيه 250 مليلتر. المهم هنايا دايرين نقول لكم شنو دايرين هنايا حيت هذا جديد عليا. قال لك البنات هنا كاتبين يعني كيليق لجميع انواع الشعر، المهم هما قالوا جميع انواع الشعر، تقدري تجربي وتشوفي. من بعد غنقول لكم الثمن. هذا ديتوكس حيت الشامبو ديالو شريته شحال هذه، شي 3 شهور 4 شهور هذه باش شريت الشامبو ديالو. داير لي كون اكستراكتو دي بيبينو، يعني بيبينو ولا الخيار، وقال لك منين كديري يعني كتحسي الجلده ديال شعرك يعني واحد يعني فريسكا ولا كون اون فريسكور، ولا كتحسي بها يعني منعشه كما كنقولوا، وكيحيد لك كامل هذوك الاوساخ وداكشي اللي عندنا في الجلده ديال شعرنا. بالنسبه للناس اللي غيقولوا لي
شحال هاد المنتج غادي نستعمله؟ تقدروا تستعملوه مره حتى جوج المرات في السيمانه، جوج المرات في السيمانه ولا مره في السيمانه. المهم هذا البنات تلقاو الصوره ديالو في انستغرام ان شاء الله، هو الشامبو ديالو. ولا بغيتو الشامبو ديالو من بعد ما كملتو نهضر لكم عليه، نقول لكم الراي ديالي واش عجبني ولا لا، راه قول خليو لي في الكومنتار تحت، ونهضر لكم على كاع هذوك الانواع ديال الشامبو ديال ميركادونا اللي جربت هاد الشهور هادو. اخر حاجه اللي كان جديد من ميركادونا البنات هو هذا اللي كيليق الناس اللي عندهم البشره الجافه، هذا خداتو لطيفه، من بعد منين غادي تستعملو غادي تهضر لكم عليه في القناه ديالها، القناه ديالها اللي غادي نحط لكم الاسم ديالها هنايا. المهم هذا البنات كيليق الناس اللي عندها التجاعيد والبشره جافه بزاف بزاف بزاف، البشره جافه والتجاعيد، يعني ماشي عندها التجاعيد ولكن باغي تحمي راسها من التجاعيد، ولا حتى الا عندها التجاعيد ينقصوا ليها التجاعيد. هذا البنات واحد الكريمه ليمبيادورا فاسيال، كما كنعرفوا الناس اللي عندهم البشره جافه ما كيليقش لهم الصابون، بحال مثلا انايا عندي البشره دهنيه، الناس اللي عندهم بشره دهنيه خاصنا نغسلو باللي كيدير الرغوه، الا ما كانش كيدير الرغوه راه والو، هذا غير كريمه. الناس اللي عندهم البشره جافه ما عمرهم يغسلو بالصابون ولا يغسلو بشي حاجه اللي كدير الرغوه، حيت كتزيد تنشف الوجه ديالكم وكيزيدو يخرجوا التجاعيد. المهم كما قلت لكم البنات هذا بالنسبه للناس اللي غادي يقولوا لي راه كتقدري هذا الا كنتي درتي الماكياج تمسحي به الماكياج، تغسلي وجهك به، وسوا دايره الماكياج ما دايراش الماكياج. بالنسبه للناس اللي غايقولوا لي طريقه الاستعمال ديالو، قال لك كديري في الصباح ولا الليل وقت ما انت بغيتي، كما كنعرفوا الوجه كيتغسل جوج المرات في النهار، وقال لك كديريه فوق الوجه ديالك وفوق العنق ديالك، وهنايا الا بغيتي تقدري ديريه وديري واحد الماء ساخي هكا دائري، وقال لك تقدري ديري اما غير بالاصابع، ديري المساج غير بهادو بالاصابع، وقال لك من بعد تشلي، يعني هذا كيتشلي حيت هو هو داير بحال جل كريمه ليمبيادورا فاسيال، كما دايرين جل كنديرو حنايا، ولكن كريمه ليمبيادورا فاسيال دائما كتليق الناس اللي عندهم البشره جافه بزاف. المهم بالنسبه للناس اللي عندهم البشره الجافه ننصحهم ياخذوا هذا، راه كاينه البنات كونتور نو دي اوخوز ديالو، كاينه الكريمه ديال الليل، كريمه ديال النهار، كاين كلشي لاغام ديالها تما الا بغيتو تتبعوها. من الداخل البنات كيجي على شكل على شكل كريمه. ومهم هذا ملي تستعملوا لطيفه راه غادي تهضر لكم من بعد تقول لكم واش عجبها ولا ما عجبهاش في القناه ديالها اللي حطيت لكم باش تمشيو تشوفوها. وهذا قال لك ايفيتا الكونتاكت ديريكتو ديال العينين، يعني ما تحاوليش يعني تخليك وسط عينيك وداكشي، راكم كبار وعارفين شنو كديروا. المهم وهذا البنات راه ديال الكافيار، هذا والكريمه ديالو، الكريمه ديالو كامل هذيك لاغام كلها ديال الكافيار. المهم البنات هادو هما المشتريات ديالي جديده من ميركادونا، نتمنى اعجبكم الفيديو، ولا عجبكم ما تنساوش لي لايكات، وهاد الكريمه هادي ديال البشره الجافه وهداك المقشر ديال الجلده ديال الراس غادي تلقاو الصور ديالهم في انستغرام ان شاء الله. تهلاو في راسكم وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.